انا خالد هدي مرشد سياحي في مدينه تنغير بالضبط في توريرت يعني مزيان يعني كيقولوا توريرت مزيان يعني انا كنرحب بالجاليه المغربيه يعني السياحه الداخليه يجيو يشوفوا تنغير ويشوفوا يعني المناطق اللي كتميز بها تنغير. بهذه المناسبه كنرحب باي واحد بغى يجي يزور تنغير والنواحي، مرحبا به والف مرحبا. السلام عليكم، بخيرين؟ كلشي مزيان؟ صحة؟ سي خالد ياك؟ خالد هو انت؟ مرحبا بكم في تنغير. أول مرة جيتي تنغير؟ أنا جيت غير دو باساج تصورت وكملت الطريق. هي أنا ما عمرني جيت ومعولة عليك توريني تنغير. مرحبا بكم في تنغير.